سلامت سلامت انا بحبك. يا صراحه انا دايما بحس حالي هون بين اهلي وناسي، لانه مانعي هالفرح والحماس والنشاط والمحبه. هيئه الترفيه ومعالي المستشار اكيد تركي قال شيء، لانه دايما بيحسسنا دايما انه في الفه، في محبه، في استقبال. مش معي كمان بدنا نشكرهم كثير على اهتمامهم وعلى استقبالهم ونشاطهم كمان دايم. هلا هلا، بكره على سناب عيشة. نجمة بحضورها الدنيا حلوة، سفيرة النوايا الحسنة، النجمة نانسي عجرم. حضور مختلف على المسارح السعودية، جمهور مختلف، كل شيء مختلف. أنا كثير سعيدة باللقاء، كثير سعيدة بالجمهور الحلو. يعني دائما حفلاتنا بالمملكة دائما خير، دائما عندها طابع خاص. جمهور بحب الأغاني، بيتفاعل دائما مع الفنان، بحسسنا إنه نحن بين أهلنا وناسنا. فأنا كثير سعيدة وبدي أشكرهم على كل شيء. طبعا بدي أشكر شركة بنشمار على النظام وعلى الحفل المميز والحفل الحلو، هيئة الترفيه أكيد، وخص بالذكر معالي المستشار تركي آل الشيخ على كل اللي عم يعملوا للمملكة، على كل الانترتينمنت اللي الناس عم بتعيشه، الفرح والحياة. وإن شاء الله دايما تضلوا بهالهمة والنشاط يا رب. شكرا لكم. Yeah.
اشتقت لك من دون ما احس. اه قلبي يا قلبي، تركني يا قلبي، مش مستاهل.
العافية فنان ناسي كيفش في جمهور جدة المرة الثانية. رائع. يعطيك العافية، شكرا لك.